فاطمه جواد من المحمديه، فاعله جمعويه في مجال الاعاقه. مريضه، حرارتي ما عرفتش شحال، الكرسي اللي راكبه عليه مهرس. خارجه معايا غمي واحد السيده اللي تقريبا مسنه وكتدفع الكرسي بصعوبه الله يعطيها صحيحتها. معايا الاب ديالي الله يرحمه واقف كنتسناو في الطاكسي، ما بغاتها طاكسي يركب يهزنا، اللي كيدوز كيحرقنا وكيمشي. تدخل الاب ديالي بشي بقوه، ماشي بقوه ولكن بشي بقوه، مول الطاكسي اللي هزك غادي بكون انت غتخلصي، هو غادي عاقد على راسو كيسحب راسو ما عرف شنو غيدير. علاش؟ حيت غيهز لاشيز ويحطها ويتسنى دوك الدقائق واخا هو يبغي يتخلص فيه، ماشي مشكله بالنسبه لي انا ديك الساعه. من تما جات فكره، انا مواطنه بحال كل المواطنين، من حقي نركب، من حقي نمشي، من حقي نخرج، انا مواطنه. الدرجه الاولى كندافع بالنسبه للاشخاص بوضعية اعاقه حركيه بالضبط، كندافع على حق الولوج، الولوجيات المرافق. كنلقاو ان القانون 10.03 ديال الولوجيات موجود، للاسف الشديد تطبيقه شبه منعدم في المرافق الخاصه. المرافق العموميه تقريبا كيداروا ولوجيات غير صحيحه، بحال مدينه الدار البيضاء الى جا واحد انسان بوضعية اعاقه وغيتسرى في كازا كيلقى كاع الصعوبات اللي على بالك بانه يولج المركز البريد، الادارات العموميه. انا تنهضر على الادارات العموميه. كنترافع على حق التمدرس، ملي كيكون شخص بوضعية اعاقه الا توفرت ليه الامكانيات انه يقرا راه كيقدر ينقذ راسو. كندافع على حق الشغل بالنسبه للاشخاص بوضعية اعاقه، وحق الصحه، هادو هما حقوق المشروع على الانسان باش يعيش في كرامه. احنا اسره اللي فيها جوج البنات وجوج الخوت عندهم نفس الاعاقه، عندنا مرض وراثي اللي سموه لاميوباتي. كل واحد فينا تيوصل لواحد السن كيبداو يبانوا عليه بوادر المرض، 9 سنين 10 سنين 12 عام، من بعد تدريجيا تيفقد الحركه، كتفقد حركه الوقوف، كتفقد حركات اخرى مع حركه الوقوف. هو مرض نادر، مصابين به حاليا مجموعه من الاسر المغربيه في صمت. مرض اللي يكون كان عندنا الجهاد 1% ديال وزارة الصحة بالنسبة لأسرتي، أنا الأم ديالي واعية ولو ما قارياش، كنت قال لها هاد البنت اللي عندها لاميوباتي بلا ما تولدي من وراها ما تكونش أمي كتهز حمل ديال 4 الأشخاص في وضعية إعاقة في السن ديالها. الحمد لله عندي أسرة ليس لها مثيل، عندي أم ما ألف تحية لها اليوم وألف تحية لها كل نهار وألف تحية لكل الأمهات. ام ما كاينش عندها مثيل، ام ما كتخليكش تحسي بالعجز في تصرفاتها في حركاتها. بكل دركة ما عاد عندها من ثقل بعد الوفاه ديال الاب ديالي، عاد عندها ثقل كبير، ثقل كبير انها 4 الاشخاص خاصها تفيق في الصباح كل واحد توصل ليه الطواليط ديالو، تلبسو، توصل ليه الفطور ديالو، تهزو تحطو في الكرسي ديالو باش يكون داك الانسان ايجابي منتج. كيشوف الحياه بابتسامه، ما ساهلش على ام. نيفو بكالوريا بدا تيتقال المرض، درت واحد العمل صغير في الدار، كنت كنقرا الوليدات ديال السيكسور اللي انا ساكنه فيه. الحمد لله وليداتي دركا منهم خدام، منهم اللي في مسيرته القرايه بكالوريتو بكثر ما شاء الله. وليداتي كنقول وليداتي حيت الوليدات اللي قريت في الروض ولله الحمد. ملي بدا تيضعف عندي المرض تعلمت حرفه الخياطه. انا كنبغي نعيش، كنبغي ناكل رزقي بيدي، ما كنبغيش الضروره. تربينا هاد التربيه، كان عندنا اب كيجيب خبزو ديال النهار بكتافو، ومعلمنا ان الحاجه اللي كتجيب ليد ما كيجيبها حتى حاجه، والحاجه الحلوه هي اللي كتخدميها وكتاخذي الاجره ديالها. تعلمت الطار، تعلمت الخياطه، شاركت في معارض، كنت كنخيط للناس، كانوا عندي كليان ولله الحمد لا باس به. بقيت اللي تطورت الاعاقه بشكل كبير، حيت هذا المرض كيتطور بشكل سلبي انك كتفقدي القدره على حويجات تدريجيا. اضطريت انني ندخل العمل الجمعوي، تعلمت حوايج اخرين، ولو ما بقيتش قادره نخدم بقيت قادره نتطوع في الارشاد والتوجيه للاشخاص في وضعيه اعاقه واسرهم. برافو عليك، كيشوفوا فيك. كنقول لكل مراه شوفي الايجابيه، شوفي التفاؤل، حتى حاجه ما سهله وحتى حاجه ما صعيبه. الصعب نتوما اللي كتخلقوه، المستحيل الوحيد اللي كاين في حياتنا هو الموت. نتفائلوا، نخدموا، بالخدمه كيجي كل شيء. ما تبغيوش الارباح القريبه، شوفوا الارباح البعيده، خدموا على راسكم، قراو. ونصيحتي هاد السنه لكل النساء انهم يقراو، القراءه كتنور العقول والقلوب. كل امراه قادره تفك الخط تبحث على كتب وتقرا، كاين المتوفر. ما قدرتيش تقراي قلبي على فيديوهات مفيده وتصنتي ليها، اغني رصيدك المعرفي. شكرا لك.